السلام عليكم. الله، الوطن، الثورة، تحيا الجمهورية اليمنية، هكذا كانت تصرخ أجيال سبتمبر وأكتوبر في طابور الصباح في عموم مدارس الجمهورية اليمنية. أما اليوم فيراد لهذا الشعار الوطني أن يستبدل بصراخ الموت واستدعاء النزاعات الطائفية المريضة. فمنذ الانقلاب على الدولة في 2014 عمدت ميليشيا الحوثي على تطييف المجتمع اليمني اجتماعيا وسياسيا وتعليميا. وبعد أن تولى يحيى الحوثي وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلابيين، زادت هذه الممارسات التي تهدف إلى ملشنة قطاع التربية والتعليم وصبغه بصبغة مذهبية. وتناقلت مصادر إعلامية عزم الحوثي والمقربين منه تغيير المناهج الدراسية بما يخدم أهدافهم المذهبية وتعميم تلك الطقوس في المدارس بصورة إجبارية. لم يكن يتوقع أحد أن يتم إجبار طلاب المدارس بتأدية صرخة الحوثيين بديلا عن تحية العلم، ولم يخطر ببال ثوار الجمهورية أن ملصقات الشعار الحوثي ستكون بديلا عن سارية العلم الجمهوري الذي كان يرفرف في المدارس. لكن للأسف هذا ما نشاهده وشاهدناه في العديد من المدارس الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين اليوم. تفخيخ المدارس بالأفكار الطائفية اليوم يعتبره مراقبون بذرة ملغومة هدفها تفجير مستقبل اليمنيين والقضاء على المكتسبات الوطنية التي اعتنقها اليمنيون منذ 26 سبتمبر عام 1962. يظهر هذا التهديد التعليمي كواحد من مظاهر خطر استمرار الانقلاب الذي قضى على حياة اليمنيين الاقتصادية والسياسية والأمنية، وها هو يمس قطاع التربية والتعليم المتعلق بمصير الأجيال القادمة، ما يجعله ناقوس خطر كبير ينذر بالنموذج العراقي الطائفي في حال استمراره. أعزائنا المشاهدين، المساء اليمني يسلط الضوء على محاولات الانقلابيين حوثنة التعليم في اليمن ومخاطر استمرار هذه المحاولات. سيكون معي لمناقشة هذه الأفكار الصحفية الأستاذة نبيلة سعيد، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة نبيلة. أهلا بك أستاذة نبيلة. قبل أن نبدأ حوارنا حول مسألة اجتياح الحوثي للتعليم إلى أين يمكن أن يصل، دعينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود لبدء النقاش. تحت سارية علم الجمهورية في المدارس وعلى إيقاع تحيته الخالدة تحيا الجمهورية اليمنية، كانت أصوات الطلاب وأرواحهم تحلق عاليا وتحلم بوطن كله حرية وعدالة ومساواة. وعلى الرغم من رداءة التعليم، كان الحد الأدنى من الفكر الوطني الجمهوري والوعي بالدستور والمفاهيم الوسطية لا تزال حاضرة في محتوى مناهج التعليم ومضامينه. اليوم وبعد عامين من سيطرة ميليشيا الحوثي على السلطة في البلاد، برزت جلية خطوات الحوثيين الحثيثة للاستحواذ على التعليم والمدارس وإحداث ثقب أسود في مناهج التعليم العام. محاولة نقل تجربة حوثنة المناهج من صعدة التي سقطت في أيدي الحوثيين منذ عام 2011، والتي تحولت الدبابة واللغم والمسدس لأدوات تحتسب بها المعادلات الحسابية البسيطة في مناهج المدارس بصعدة. قبل أكثر من شهر حرصت ميليشيا الحوثي على إسناد مقعد وزارة التربية والتعليم لشقيق زعيم الميليشيا يحيى الحوثي، الذي تقول سيرته الذاتية إنه لا يحمل أي مؤهل علمي، وكتب أمام اسمه إنه يجيد القراءة والكتابة. خلال العامين الماضيين سعت الميليشيا للاستحواذ على منابر المساجد وإدارات المدارس ومكاتب التربية والتعليم في عدد من المحافظات وفي ديوان عام الوزارة. يتعامل الحوثيون مع المدارس باعتبارها فقاسة العنف ومخزن المقاتلين، خصوصا مع تنامي عمليات تجنيد الأطفال والدفع بها إلى جبهات القتال، وهو الأمر الذي وثقته عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما دفع العديد من الأسر لمنع أبنائها من الذهاب إلى المدارس خوفا من قيام الميليشيا بالتأثير عليهم. أخضعت الميليشيا المدارس لسيطرة مشرفيها الذين سبق لوسائل الإعلام أن نشرت العشرات من المقاطع التي تظهر قيادات الميليشيا في المدارس يلقنون الأطفال الصرخة الحوثية ويحثوهم للتوجه للجبهات. اليوم باتت محاولات تفخيخ عقول الأطفال باسم لافتة المقدس هو التحول المفزع للمدارس التي تظهرها وسائل إعلام الميليشيا، وتبدو أشبه بمحوى للإحلال الفكري والثقافي الذي يغزو عقول الأطفال في صورة تجسد أقصى انتهاك ذهني بحق الطفولة في هذا البلد المعذب والجريح. لا يقتصر الأمر على مخاطر الطائفية حينما تغزو حصون التربية والتعليم، بل يتعدى الأمر
إلى ما هو أخطر من ذلك، تبني ميليشيا الإنقلاب لتعليم شطري يخص إقليما بذاته لخلق جيل معزول عن ذاته اليمنية وعن التعليم الوطني الجامع لكل أبناء اليمن. إذا مشاهدينا الكرام، حول الاجتياح الحوثي للتعليم إلى أين يمكن أن نصل، نناقش هذه الفكرة مع الأستاذة نبيلة سعيد. مرحبا بك مرة أخرى. أستاذة نبيلة، بداية كيف تعلقين على مناظر شعار الحوثي المعلقة على جدران المدارس وربما بداخلها أيضا أداء الصرخة في المدارس؟ أولا تقودني الذاكرة التاريخية إلى ما قبل 62. في تصور كل أبناء اليمن أن هذه الثورة قامت لأجل الفقر ويعني التخلص من الفقر والجهل والمرض. من 2014 دخل اليمن في حالة فقر يعني بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 85%، وهذه أحد الأشياء التي تحققت وعادت باليمنيين إلى ما قبل 62. قياساً أيضاً كذلك المرض، والآن إلى المرحلة الثالثة وهي ثالثة الثالوث الذي قام من أجله ثورة الجمهوريين في ذلك الزمن. الآن نحن في مرحلة تجهيل للعودة باليمن إلى ما قبل الستينات. نعم. يعني وضع يندى له الجبين، وضع يستدعي الذاكرة الوطنية أن توجد لها حلاً حقيقةً، اختزال كل ما يمكن أن يتجسد في الوعي والتعليم والمعرفة في مفاهيم يعني حقيقة تهدد مسيرة العلم. نعم، برأيك أستاذة نبيلة، ما تفسيرك لمخاوف الميليشيا من التعليم سواء في القديم أو في الجديد؟ بالضبط، هي تعرف أن هذه البوابة إذا سهل اختراقها سيكون من السهولة بمكان السيطرة على أي شيء ممكن أن يعني يقف أمام هذه المشروع مفرغ من العلم، مفرغ من الحياة، يعني مفرغ من كل قيم الإنسانية، ويرد تعبئته فقط. أيوة، بالأفكار التي بالضبط يريدونها. يعني هذا المشروع منذ أن عرف نفسه على أرض اليمن هو مشروع خارج هامش الحياة، يعني لا اعترف بحق الإنسان في الحياة ولا اعترف بحق الإنسان في أن يكون له وطن وعيش كريم، فكيف سيحترم حقه في العلم والحصول على المعرفة والتعليم؟ فالتعليم أو الوعي هي المرحلة التي ممكن تكون خانقة لهذا المشروع، وممكن تشكل خطر كبير وحقيقي أمام مشروع تنمية بناء الدولة أو الحضارة أو كذا. فهذا المشروع لابد أن يجهض، هذا يعني مسار العلم لابد أن يجهض من مراحله الأولى. يعني في تصوري أن البنية الأساسية يعني لبناء جيل واعي وعقلية ذهنية واعية ومتحضرة وتطالب بعيش كريم ودولة مدنية حديثة هي تبدأ من المدارس، وتبدأ من الكتاب المدرسي، وتبدأ من المنهج، وتبدأ من المدرس، وتبدأ من كيان العملية التربوية والتعليمية. إذا اسمح لي أستاذة نبيلة أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله لملس وزير التربية والتعليم من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الله. يا مساء النور والسرور. اهلا بك ولجميع المشاهدين. نعم، اهلا بك دكتور في المساء اليمني. نود بدايه ان نستفهم منكم عن حقيقه الاخبار التي تتناول عزم الحوثيين على تغيير المناهج وملشنتها. اولا مساء الخير، وتاكيد لا يستبعد من حركه سياسيه يعني طائفيه بمعنى الكلمه أن تقوم بهذا العمل المشين، خاصة ونحن نعرف ونتذكر ما هي الشعارات التي كانوا يرفعوها ويدغدغوا بها مشاعر الشعب اليمني. تتذكروا جيدا قبل دخولهم إلى صنعاء بشعاراتهم وتنزيل الجرعة السعرية، الجرعة حق أسعار النفط وتنزيلها، ودغدغوا مشاعر الناس. اليوم بانوا على حقيقتهم ويرفضون المنهج الوطني الذي تم التوافق عليه عبر لجنة تقنين الأحكام الشريعة في مجلس النواب، وعبر يعني كل مختلف القوى السياسية الوطنية في الجمهورية اليمنية. اليوم يرفضوا هذا ويريدوا أن يعني نسبة قليلة من السكان أن تفرض رأيها ومنهجها على الغالبية العظمى من السكان.
نعم هذا أمر لا يطاق ولا يمكن السكوت عليه، وأنا سبق وأنا صرحت في هذا الاتجاه أنه بسقط القناع السياسي عنهم وفضحوا أنفسهم من خلال يعني وجود أيضا يحيى الحوثي أخو عبد الملك الحوثي على رأس وزارة التربية والتعليم. نعم، إذن دكتور يعني كيف ستتعاملون أنتم مع هذا التصعيد الخطير؟ يعني ما الذي يمكن أن تقدموه في حال ما تغيرت المناهج بهذا الشكل؟ خاصة يعني ونحن نشاهد الممارسات شبه اليومية لميليشيا الحوثي بالذهاب إلى المدارس، إجبار الطلاب على ترديد الصرخة، وجود الشعار في كل مدارس المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. حقيقة نحن قد تنبهنا يعني مشبدا وقبل سنة من هذا اليوم لهذه الخطوات التي تتخذ بشكل سري. أولا كانوا يعدلوا الصفحات، واضطرينا إلى إيقاف كل الكتب التي تم تعديلها في مطابع صنعاء، ولدينا مطابع في عدن وفي المقلة مستعدين لطباعة الكتب المدرسية لكل الجمهورية اليمنية وفقا لطبعة 2014 التي لا زالت سارية المفعول. وسنوفر الكتاب المدرسي لجميع أبنائنا في جميع المحافظات إن شاء الله. وحاليا الحكومة اليمنية تسعى لإيجاد التمويل المناسب لطباعة الكتب المدرسية، وبل يعني يبقوا في صنعاء هم وكتبهم. نعم، ولكن الدكتور عبد الله يعني ما فائدة طباعة الكتب إذا فعلا ما سحبت تم يعني أو قامت الميليشيا بسحب المناهج القديمة واستبدالها بمناهج حديثة بها ما بها من تلويث للأفكار أو تغيير وحذف الكثير من الدروس الموجودة؟ الحقيقة طبعا هم يعني من خلال سيطرتهم على بعض المحافظات قد يفرضوا الكتب التي يطبعوها، لكن المحافظات المحررة وبعض المحافظات التي لا يمكن أن تقبل قبول هذه الكتب أعتقد أنها قضية وطنية ويعني واجب وطني لعدم تربية أجيالنا على المذهبية وعلى الطائفية. يعني تصوروا ماذا سيحدث بعد 10 أو 15 سنة إذا استمر هذا الوضع هكذا. نعم. فبالتالي أننا نخاطب جميع الوطنيين وخاطب جميع الشرفاء لعدم القبول لهذه الخطوات وعدم قبول هذه المناهج الدراسية التي يعني ستسنن عقول أجيالنا القادمة. نعم دكتور عبد الله، يعني بالنسبة للوضع القائم حاليا هل يمكن لنا أن نقول يعني أن هناك وزارتي تربية وتعليم إحداها في المناطق المحررة وهي التي تستطيع أن تسير الأمور بطريقة طبيعية، والأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا والتي من خلالها ربما تستطيع أن تغير المناهج أو تنفذ إلى عقول الطلاب بطرق مختلفة؟ هو اليوم نحن نخوض حرب عسكرية. نعم. يعني يموت فيها كثير من الشباب يعني لتقسيم هذه الظاهرة اللي إنهاء هذه الظاهرة الجديدة علينا. نحن تعايشنا أكثر من 1400 سنة في اليمن على مذاهب متعددة، السني والشافعي والزيدي يصلون مع بعض، هؤلاء جاءوا ليفرقونا ويمزقونا، لن نقبل بهذه. ويعني مرة أخرى نخاطب جميع الوطنيين والشرفاء برفض هذه الإجراءات الانفرادية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله لملس وزير التربية والتعليم، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، أولا كيف تعليق على حديث دكتور عبد الله خاصة فيما يتعلق بمحاولة طبع الكتاب وتوزيعه في المناطق المحررة؟ ما الذي يمكن أن تقوم به وزارة التربية والتعليم الشرعية أو التابعة للشرعية في ظل هذا التجريف الذي تقوم به ميليشيا الحوثي؟ برغم أنه قد لا يعول كثيرا يعني على هذه الخطوات كلها، تصبح خطوات يعني في الفراغ إذا هناك تحركات حقيقية لخروج هذا الوطن إلى بر الأمان. سيكون أكيد هناك ترتيبات أخرى لها آنها ووقتها يعني، لكن أنا يعني أقصد في هذه اللحظات أن إذا لم يستدرك يعني من المجتمع المدني يعني ومن اللحمة يعني الوطنية. أيوة، 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 يعني الآن على مستوى الأسرة البسيطة داخل البيت يعني
المفترض الآن تنتبه، يعني ما هي التحديات والمخاطر الآن التي ممكن تسبب للذهنية اليمنية أو ذهنية الطفل اليمني؟ قد نشعر بالقلق في المرحلة الأساسية، لكن أنا متوقعة مثلا في المرحلة الإعدادية أو المتوسطة أو المرحلة الثانوية أن سيكون هناك فرق، لأنه هناك أكثر وعي. أيوة أكثر وعي، وهذا ربما ما لاحظنا أستاذة نبيلة. يعني رأينا نماذج كثيرة في مدارس يرفض الطلاب ترديد الصرخة، يرددون بالعكس يعني عنادا تحية العلم أو تحية الجمهورية أو بالروح بالدم نهديك يا يمن. على ماذا تدل مثل هذه الوقائع؟ هنا نعرف ان احنا من سنوات طويله نحن نعاني من ضعف في التعليم، برغم من انه جوده التعليم ليست بالمستوى، لكن حتى تحت ساريه العلم هذه تكونت هويه وطنيه حقيقيه ويمنيه حقيقيه تناشد بوجود لحمه تعليميه وفكر واعي ومنطق سليم في الارتقاء في السلم التعليمي في كل رقعه الوطن. هذه المحاولات هي إثناء لهذه العزيمة وإثناء لهذا الخط الذي يسير في اتجاه آخر، بناء دولة مدنية حديثة وتعليم ونهضة ووعي ومعرفة. هذه المحاولات هي محاولات أنا أعتبرها محاولات رخيصة، يعني مهما كبرت إنما هي تعبر عن ضعف حقيقي في المشروع. ما هو المشروع أساسا؟ يعني هذا مشروع لا يعرف لا حياة ولا يعرف استقرار ولا يعرف ولا له حتى ملامح يعني. وبالتالي أنا متأكدة إنه أبناء المدارس هم الذين سيرفضون هذه الممارسات، هم الذين سيخرجون لنسميها كالطوفان أو كالبركان يدافعون عن قيم العلم الحقيقية. يعني هم سيكونون الشاكلة العلمية الحقيقية والتعليمية الحقيقية للقادم. يعني متأكدة أن ساحات المدارس تمتلئ بكثير من الوعي. هل يمكن أن نعول على أيضا أن هؤلاء الذين يرفضون والذي وجدنا منهم نماذج كثيرة أنه أيضا يعني للأسرة دور، وهذا دليل على أن المجتمع أصبح متشبع من وجود هذه الميليشيا بهذه الصورة القبيحة بهذا الضغط، فبالتالي الطفل مجرد أن يستشعر أنه يريد أن يملى عليه عبارات هو ليس مؤمن بها أو منزله غير مقتنع بها فيقوم بترديد العكس. بالضبط، يعني أعتقد أن أصغر طفل في المرحلة الابتدائية يعرف أن هذه التشكيلة من المفردات هي تشكيلة دخيلة، يعني هو شكل من أشكال المعلومات الدخيلة على ذاكرة، يعني حتى ولو كانت صغيرة هي تحمل مبادئ أساسية من ماذا يعني العلم ومن ماذا ترمي وجود طفل في 12 سنة في مدرسة. يعني فهذه محاولة يعني ملامح الأولية هي الفشل يعني بلا شك. يعني سيرفض الطفل، سترفض الأسرة، سيرفض المجتمع المحيط، سترفض البيئة، سترفض حتى يعني ما يمكن أن يحيط اليمن برغم كل ما فيها الآن من علم ووعي والدول المتحضرة والعالم المتحضر، العالم الذي يقاد الآن بالريموت كنترول. يعني كل هذه ملامح تفرض على هذه على أصحاب هؤلاء المشروع أن يعني المرج يعني ماذا نقول، العودة بهم سيكون أسوأ مما يعني هم يتخيلوا. يعني نحن نستبشرنا، يعني أنا حقيقة ممكن نستبشر من هذه التصرفات هي بداية الانفراج الحقيقي لليمن يعني تاريخا وإنسانا ووعي وحضارة. بعضهم أستاذ نبيلة يردد أنه يعني الشعار لا قيمة له، لماذا يعني تجعلون منه بهذه الأهمية؟ وقرأت ذلك على كثير من الصفحات أنه يعني ركزوا في الأهم، يعني ليس مهم أن نركز على فكرة ترديد الشعار. يعني إلى ماذا يمكن أن تؤدي مثل هذه التعبئة حتى يفهم المشاهد ما الذي نعني؟ يعني تعبئة تتناقض مع مفاهيم العصر، الحداثة، القيم الإنسانية العالمية أيضا، معبأة بالكره، بالعنف، برفض الآخر تماما. في تصوري إذا لم يستدرك هناك تعبئة مناطقية، هناك تعبئة مذهبية، هناك تعبئة خارج نطاق الإحساس بالإنسان بوطنه وبيئته والحفاظ عليه والحفاظ على هذا الوطن الذي مفترض أن يحميه ويعده لمستقبل واعد. يعني هذه كلها تؤثر حقيقة أو توجد بيئة فاصلة ما بين المطلوب وما هو المفترض. يعني نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ معن. بداية، ما هي الخطورة الاجتماعية والسياسية برأيك لمحاولات الحوثيين ملشنة التعليم، إقحام الطلاب أيضا في تعبئة طائفية؟
طبعا بعد الحرب واللي تاخذ في احد اشكالها الطابع الاهلي والطابع الطائفي والطابع الاقليمي، المخاطر الاخرى هي يعني مجرد اشياء تترتب على هذا الحدث الكبير. طبيعه هذه الجماعات الايديولوجيه انها تتعامل مع التعليم باعتباره وسيله للتعبئه ولنشر الافكار، طبعا بطبيعتها اللي عندها بعد طائفي وسلالي وجهوي. وهي من البدايه تعتمد مثل كل الحركات المشابهه تعتمد على التعليم وعلى الشعارات وعلى المناسبات الدينيه وعلى الخطاب الاعلامي في التجيش وفي التعبئه وفي تقديم تصور معين للسياسه وللمجتمع هو الرافع الايديولوجي الذي تميز هذه الحركه عن غيرها من الحركات السياسيه. نعم. إذن برأيك دكتور، ما هي أثر تعبئة طلاب المدارس بهذا الشكل على الهوية الوطنية ومستقبل البلد؟ هي طبعا يعني من لأجل أن تؤبد وتديم لأطول مدة زمنية على الأقل سلطتها، أي نظام سياسي لا يعتمد فقط على الأدوات العسكرية والأمنية والإدارية. نعم. أي نظام سياسي بحاجة أيضا إلى أدوات أيديولوجية، إلى أدوات ثقافية. ومثل أي نظام ومثل أي جماعة شمولية تحاول أن تصبغ المجتمع بنفس الأفكار بنفس الثوب وتجعل كل المواطنين نسخة منها، وبالتالي أكيد يعني على رأس جدول أعمالها هو تغيير المناهج وتغيير التعليم والسيطرة على الوسائل الإعلامية. ما حدث من إلغاء في الواقع كل الإعلام المستقل أو الحزبي. نعم. وبقى اعلام تحالف الرجعي الحوثي الصالحي، وايضا يعني الوسائل التربويه والجامعات والمؤسسات هي تحاول من خلال هذا الامر تحويل وجودها من مجرد وجود انقلابي عسكري الى وجود عميق ومنغرس في المجتمع داخل الثقافه داخل وعي الناس، وهذا هو في الواقع احد مستويات الصراع الرئيسيه. نعم. إذن برأيك كيف يمكن التقليل من أثر هذا الاجتياح الذي وصل إلى التعليم والمدارس خاصة على المستقبل؟ هل نعول على الأسرة الصغيرة، على المجتمع، على المحيط بالطفل؟ هذه طبعا وسائل معقولة في على مستوى المقاربات الفردية. نعم. لكن الأمر الرئيسي هو له علاقة بالمقاومة. وهذه للأسف الشديد أحد النقاط الأساسية للمقاومة الشعبية التي تكونت وتجذرت وتوسعت، أنها إلى اليوم لم تستطع أن تصيغ خطابا سياسيا أيديولوجيا فكريا ثقافيا يمثل هذه المقاومة، وبقت عند الشعارات السياسية هذه التصورات وكأن الصراع هو صراع شرعية وانقلاب، بينما المسألة هي أبعد من ذلك. هذا الاستقلال الغير متحقق إلى الآن للمقاومة. نعم. وقدرتها على طرح برنامج سياسي واجتماعي لا يتعلق فقط بالتخلص من الانقلاب ومن الحركة الحوثية وتحالفها مع علي عبد الله صالح، ولكن يستطيع أن يقدم برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي يحرر الفرد والجماعة والمجموعة الوطنية والبلاد، ويحول الثقافة من وسيلة لصوغ شخص نمطي إلى تعليما للحرية، إلى تحويل المدرسة إلى مكان لاكتشاف الموهبة وتطوير الملكات الإنسانية وتفتح الروح الشخصية وروح الفرد وروح الجماعة. هذا الأمر مثل جوانب أخرى ما يزال في الواقع يغيب عن برنامج المقاومة. نحن بحاجة إلى مقاومة ثقافية، بحاجة إلى مقاومة تعليميا، بحاجة إلى مقاومة تمتلك المشروع التغيير السياسي والاقتصادي واقتراح نموذج مجتمعي مختلف دون البقاء فقط في الحديث السياسي السطحي حول الشرعية والانقلاب. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. أستاذة نبيلة، أنت يا سادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا بك مره اخرى استاذه نبيله. استاذه نبيله، يعني برايك لما يود الحوثيون صبغ المجتمع بصبغه واحده بهويه واحده رغم تنوع المجتمع من كل الايديولوجيات والتي عهدناها وكبرنا عليها، يعني الى ماذا يهدفون بهذه الاجراءات؟ اولا هذا هو لسان حال سلطه الامر الواقع وسلطه فرض يعني سياسة أمر واقع سواء كانت إيديولوجية أو ثقافية أو سياسية أو عسكرية. الوضع العام هذه الجماعة هي في وضع لا يحسد عليه من التخبط، فما بين ما هي تنازع في الجبهات وتصارع عسكريا، هي أيضا تصارع سياسيا وتصارع أيضا هنا في الجانب التعليمي والجانب الثقافي، وتصارع داخل المجتمع بتضييق الخناق والحصار للاحتياجات الأساسية للمواطن اليمني. يعني هناك يعني ربما نسميه في لحظات لفظ الأنفاس الأخيرة إذا أحسننا يعني التعبير عن الوضع، هذا كله يعبر أن هناك تخبط يمنة ويسرة في أي شيء ممكن قد تسميه هذه الجماعة إحكام السيطرة، يعني أو توعز نفسها أنها الآن تسيطر بطريقة أو بأخرى على البنية اليمنية أو البيئة اليمنية أو الأسرة اليمنية سواء كانت صغيرة أو ممتدة، أو أن هناك خطوات حقيقية للسيطرة على كل ما هو يعني في ملامح الحياة. يعني التعليم يعتبر حياة للإنسان في أي بلد كان، ويعرفون تماما هذه الجماعة أن العلم له تبعاته أو له يعني دلائله وله مؤشراته. يعرفون تماما أن الجيل التاريخ الذي ولد فيه محمد محمود الزبيري، والجيل الرافض لسياسة العنف والقتل والفقر والجهل والمرض، هذا الجيل سيأتي تباعا، وهذا الجيل لذلك هم يريدون تشويش أي ملامح للمستقبل بالضبط. تحت تنوير الجمهورية بهذا الشكل. نحن نتأكد أن اليمن بخير وأن العلم الذي أوجد تلك هؤلاء الرفاق في تلك الفترة هو قادر على مدى التاريخ أن يوجد أكثر فأكثر فأكثر. يعني نحن الآن في حقبة تاريخية ممتدة مع العلم على نطاق المعمورة كامل، يستحيل بأي حال من الأحوال أن تعود هذه البنية العلمية والتكنولوجيا المعرفة إلى ما وراء التاريخ. يعني هذه السيطرة بالقوة هي بيئة حاضنة للمقاومة، مقاومة كل ما هو مرفوض. يعني أدلجت الرؤوس وتفخيخها بعبارات أو غرس منظومة من الانحراف عن مسار العيش الكريم، هي بيئة أيضا يعني خلاقة ولادة للمقاومة لهذه المحاولات. طيب استاذه نبيله، يعني نحن تحدثنا عن دور الاسره، ربما ان لا سمح الله تم تغيير المناهج، كيف يمكن ان تتعامل الاسره مع هذا الانفصام الذي يمكن ان يصيب الطالب خاصه الطفل؟ والاخبار التي تم تداولها انه تم سحب مناهج صف اول ابتدائي تقريبا الى ثاني وثالث ابتدائي المرحله الاساسيه، طبعا طفل يعني عمره 6 سنوات يؤمن تماما بما يقوله المعلم، ربما يصدق المعلم اكثر من والديه، كيف يمكن ان يعني يتحمل وجود صراع في المعلومات في الافكار في الطرح الذي يقدم له؟ طبعا هو اول الملامح ان هذه يعني هذه السياسات الان هي سياسات على مشارف الموت، يعني مش ليست سياسات مستشرة، يعني عمرها طويل، يعني هي قصيرة العمر. بدأت من مرحلة صغيرة، هي متأكدة أن التزييف على الوعي هو قد يؤثر بشكل كبير جدا على هذه الفئة العمرية. هذه الفئة العمرية يعني سمعنا كثير أن كثير من الأسر اليمنية سحبت أبنائها من المدارس خوفا من تزييف هذا الوعي وخوفا من السيطرة على الذهن اليمنية. لكن هذه المحاولة وإن كانت تحدي حقيقي، لكنها هي أمام بالضرورة معالجات حقيقية بأي تراتبات. يعني ما الدور الذي يمكن أن نعوله على المعلم؟ هل يقبل المعلم بتدريس نحن أمام أشياء مغلوطة، بتدريس شيء مختلف
عما يفترض أن يتم تدريسه. نحن أمام احتياج حقيقي لمعلم يؤمن بالحرية ويؤمن بالديمقراطية ويؤمن بالدولة المدنية الحديثة ويؤمن بمناهضة العنف ويؤمن بمناهضة هذه الأيديولوجية بأي طريقة كانت. يعني لابد أن يكون هناك دور حقيقي يعني فيه تعاون وفيه تعاضد، ولا تكون هذه الحالة من التعاون هي حالة فرادية في يعني لأشخاص أو لمعلمين في مدرسة دون أخرى. لازم تكون هذه حالة مجتمعية ترفض أن يعني أن يتم أدلجت أو يتم السيطرة أو يتم يعني يسمى بتفخيخ أذهان أو ذهنية الطفولة اليمنية أو الوعي اليمني. لكن أستاذة نبيلة، يعني مثلا إحدى صديقتي وهي معلمة، حين كنا يفكرن بالإضراب لأجل الراتب، كان يتم تهديدهم ببساطة سنحضر معلمات من طرفنا وأنتم يعني جلسنا في البيوت. في حال ما تم رفض أيضا هذه المناهج قد يتخذ نفس الإجراء، وبالعكس تفرخ المدارس بمعلمين بفكر واحد وبنفس الكيفية والأهداف التي يريدونها. هذا قد يحدث، لكن نحن نتحدث عن لابد أن يكون هناك حالة رفض جماعية. نحن لا نتحدث عن حالة رفض فردية. يعني دائما المعالجة فردية هي معالجة قابلة يعني أو قد للانكسار، لكن نحن نتحدث عن حالة رفض جماعية. أيضا هذا جانب. الجانب الآخر، هذه السياسات هي سياسات أمدها قصير جدا. يعني خلينا نقول أن هذه يعني لا، ربما لا تشعرنا بالقلق. يعني ما دائما الزيف سرعان ما ينتهي وتأتي الحقائق كنور الصبح. يعني ما هذه لن تؤثر يعني. نعم. إذن أستاذة، يعني مثلا يعني وهذا ما نأمله بطبيعة الحال في حال تم استعادة الدولة من هذه الميليشيا وكسر تسلط الحوثيين على مؤسسات الدولة التي انتشرت، كيف يمكن أن تتم معالجة كل هذه الاختلالات التي قام بها الحوثي خاصة في مجال التعليم؟ هي بلا شك ستحدث، يعني ستأخذ يعني وقت أو حيز من الزمن لإحداث كثير من المعالجات والتدخلات الجراحية الصحيحة والسليمة في مكانها، لكنها ستقدر أكيد بقدرها وفي مكانها وفي أحداثها وحديثها. يعني سيكون هناك أكيد نوع من المعالجة تختلف يعني، لكن تظل أن لابد أن يحسب. أنا ممكن الزميلة اللي يتحدث من تونس كان يعني وضع بعض النقاط المهمة، أنه لابد أن يكون هناك إعداد خارطة لهذه المعالجات تبدأ من هذه اللحظة. يعني ما هي المعالجات؟ لا ينتظروا حتى بالضبط. نعم. يعني لا تكون هناك خارطة معالجات حقيقية تبدأ ولو من الآن. يعني ما هي الخطوط، ما هي الملامح وما هي المحاور والعناصر التي نشتغل عليها الآن داخل اليمن في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها البلد حاليا، ثم تستكمل بمرحلة أخرى ستأتي حين يخرج الوطن إلى بر الأمان ويستكمل مسيرة بناء الدولة. طيب يعني أستاذة، بطبيعة الحال قد تؤثر هذه الممارسات على الهوية الوطنية، هل تتوقع أن تصل إلى الهوية الوطنية فعلا خاصة بالنسبة للأطفال؟ هي قد تشعرنا بنوع من القلق، لكن ليس بالدرجة التي فعلا تفقدنا ذاكرتنا الحقيقية أو ذاكرة الوطن الحقيقية أو ذاكرة التاريخ اليمني. وهي ربما يعني تشتغل في الجانب الآخر يعني خلينا نكون متفائلين ونقول أن هناك لحمة وطنية علمية حقيقية ستنشأ ما بين الأقاليم. نعم. يعني سيكون هناك منادى لتعليم واحد، خصوصا أن الآن السيطرة هي على المناطق الشمالية لنكون هكذا، يعني كان هكذا التقييم. فإيجاد وعي في هذه المنطقة يخالف تماما منهج وتعليم منطقة أخرى، سيحدث هناك نوع من المطالبة بالتوازن والمطالبة ببيئة وفجوة أيضا. أيوة، وفجوة والمطالبة أيضا ببيئة تعليمية واحدة من أقصى الوطن إلى أقصى. نعم. أستاذة نبيلة، انضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور توفيق الجبري الأكاديمي والتربوي من السودان. مساء الخير دكتور توفيق. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور توفيق. برأيك دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثير الحوثيين على التعليم وعلى هوية أبنائنا الطلاب في مراحل سنية مبكرة؟ شكرا لك ولقناة بلقيس على هذه الاستضافة. بداية، هناك استهداف للهوية اليمنية والإنسان اليمني.
منذ أن تولى الحوثيين وأصبحت وزارة التربية والتعليم تابعة لهم، أصبح هناك استهداف أيضا للتاريخ اليمني وتغييب الحضارة اليمنية، حضارة حمير ومعين وحضرموت وهكذا. هناك استهداف للمناهج التعليمية والتي كانت بعد ثورة 26 سبتمبر إلى اليوم 14 أكتوبر قامت على أسس وطنية وعلمية ومعرفية. اليوم أصبح تغيير المناهج على أسس وعلى رؤى طائفية سلالية عنصرية تقسم اليمنيين إلى طبقتين لا ثالث لهما، سادة وعبيد. اليوم هناك استهداف أختي الكريمة للمبادئ والقيم الوطنية من خلال استيراد الشعارات الطائفية وإهمال القيم الوطنية، وأصبحت الصرخة هي البديل للنشيد الوطني، وأصبح راية الحوثيين هي البديل لعلم الجمهورية ومبادئ وأهداف الثورة. اليوم هناك تجريف للكادر التربوي من خلال تعيينات لأناس ليس لهم أي علاقة بالتربية والتعليم. هناك استهداف لمدراء المدارس، استهداف للطلاب، استهداف للمعلمين، هناك أيضا استهداف واعتقالات للمعلمين ومطاردتهم. يعني إلى اليوم هناك إحصائية تقول أن عدد المعتقلين المعلمين 2000 معلم، وعلى رأسهم نقيب المعلمين اليمنيين بأمانة العاصمة سعد النزيلي. هناك استبدال للكادر الوظيفي بالتربية على أسس طائفية سلالية بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة أختي الكريمة. نعم، بدءا من وزير التعليم، يعني التربية والتعليم. كيف؟ بدءا من وزارة التربية والتعليم، يعني مرورا بالإدارات والمعلمين. أيوة نعم نعم، هناك يعني هناك يا أختي التعليم يعني له أعمدة، هذه الأعمدة تم استهدافها تماما. أولا استهداف الطلاب، الطالب الذي قتل بزمار بسبب رفضه لترديد الصرخة. هناك استهداف للمعلم من خلال الاعتقالات، مطاردتهم، مضايقتهم بالمرتبات وما سعد النزيلي عنا ببعيد. هناك استهداف أيضا للمباني المدرسية من خلال تحويلها إلى مخازن سلاح وإلى سكنات عسكرية وبعضها فجرت. هناك أيضا استهداف للمناهج، استهداف للأنشطة المدرسية والتي أصبحت الساحات، ساحات المدارس عرض عسكري، وما حدث من عرض مسلح للنساء في إحدى مدارس الأمانة خير شاهد. القنبلة أيضا التي انفجرت في إحدى مدارس صنعاء ومحاولة تحويل الطلاب المدارس إلى ميليشيات مسلحة. الطالب كان في الماضي أختي الكريمة لا يعرف إلا القلم والدفتر والكتاب والمعلم، واليوم أصبح يدرب على أنواع السلاح. يريدون القضاء على التعليم وعلى يعني أبناءنا الطلاب، بينما أبنائهم يدرسون في الخارج، يدرسون في أرقى المدارس التعليمية في الخارج، في ألمانيا، في أمريكا وهكذا. إذن دكتور، يعني برأيك كيف يمكن مواجهة كل ذلك؟ يعني هناك هجوم شرس على التعليم بدءا بالمعلمين وملاحقتهم، تغيير الإدارات كما تفضلت حسب الطائفة والسلالة وليس حسب الكفاءة، أيضا تدمير هؤلاء الطلاب بحوادث مختلفة كما ذكرت، ربما ليس بأقلها تغيير المناهج. الذي نراه هو تكاتف أبناء الشعب اليمني. اليوم الاستهداف ليس على حزب معين أو على طائفة معينة أو على قبيلة معينة، اليوم هو استهداف للهوية اليمنية. فلا بد على أبناء الشعب اليمني أن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذه العربدة التي يواجهوها، يكونوا صفا واحدا. نطلب أيضا من أبنائنا وإخواننا الشرفاء في وزارة التربية والتعليم أن يقفوا ضد هذه العربدة التي يقوم بها يحيى الحوثي وعصابة وميليشياتها في وزارة التربية والتعليم. لابد أن نكون صفا واحدا ابتداء من وزارة التربية والتعليم، ابتداء من أولياء أمور الطلاب. اليوم يريدون غسل يعني أدمغة طلابنا وأبنائنا والتكييف على ما يريدهم. استبدال عقليات الإنسان اليمني بعقلية إيرانية، بعقلية حزب الله، بعقلية الميليشيات الطائفية التي تؤمن بالموت، التي تؤمن بالسلاح، التي ترفض السلام، ترفض التعليم، ترفض الأشياء الجميلة.
فلا بد التكاتف من المواطنين، من أبناء الشعب اليمني، من أولياء الأمور، من منظمات المجتمع المدني، من القنوات الفضائية، من الإعلاميين. تكاتف الجهود لا بد أن تكون أو أن نكون صفا واحدا ضد هذه الميليشيات المسلحة التي للأسف لم يكن هناك على مر التاريخ وضع نمر به ويمر وتمر به العملية التعليمية مثل ما يمر به اليوم من تجريف للمناهج واستهداف للمعلمين وللطلاب وللمباني وغيرها. فلا بد من الوقوف صفا واحدا كما ذكرت. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور توفيق الجبري الأكاديمي التربوي، كنت معنا عبر الهاتف من السودان. أستاذة نبيلة، اتفقتي أنت والدكتور توفيق على مسألة الوقوف الجماعي ضد كل ما يهدد مستقبل أبنائنا وطلاب؟ رأيك هل يمكن أن يقبل اليمنيون تجريف 50 سنة من بناء فكرة جمهورية وتعليمية مختلفة تماما عما يراد له اليوم؟ أنا أعتقد قد وصلت إلى العقلية اليمنية أن أصحاب مشاريع تدمير دور القرآن وتسوية المساجد بالأرض، هذه أصحاب هذا المشروع هو فعلا في طريقه إلى إجهاض أي محاولة للوعي والمعرفة. فأنا يعني إحنا متأكدين تماما أنه اليمن قد عنده يعني قد وصل له هذه المعلومة أنه الوضع سيء للغاية، لكن مع هذا الوضع لابد أن يكون هناك فعلا مجتمع مدني أو مجتمع يمني أو بيئة يمنية حقيقية تناضل، وهناك أدوار أخرى إحنا لا نعفي مثلا الحكومة ولا نعفي المجتمع الدولي ولا نعفي، لابد أن تتحول هذه القضايا إلى قضايا رأي عام تتداول في كل الأوساط وكل المواقع وكل الأماكن التي ممكن يعني يسلط عليها الضوء وينادى بها لمن يعني يتحدثون عن حقوق الإنسان أن هذه يعني من الأولى الأولويات أو يعني من الحقوق الأساسية التي لابد أن تحفظ للإنسان في أي بيئة، فضلا عن بلد يعاني منذ عامين محاولة البقاء حيا يعني فضلا عن التعليم وغيره. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا أستاذة نبيلة سعيدة الصحفية، كنت معنا اليوم في المساء اليمني. شكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، دكتور عبد الله اللملس وزير التربية والتعليم، الأستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث، الدكتور توفيق الجبري الأكاديمي والتربوي. أيضا أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.